مش واخده بالها بس مصر دي ثلاثه حروف صح ده؟ طيب نقول بقى عندها ايه؟ عندها عشان نعرف الناس دولت كويسين ولا ناس وحشين ولا عارفين يديروا ولا بيتنقلوا على عينهم مفيش حاجه نعرف الدنيا فيها ايه؟ واحد كلمه مصر معناها مليون كيلو متر مربع 238 مليون فدان 3500 كيلو متر بحر ابيض وبحر احمر 1100 كيلو متر نهر النيل 450 كيلو متر ازرع نهر النيل 162 كيلو متر قناة السويس 11 بحيرة طبيعية أكبر بحيرة صناعية بحيرة السد العالي 500 ألف فدان الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية دولة في سيناء فيها مسارين مش موجودين زي الكعبة المشرفة موجودة في مكة وقبر الرسول الكريم في المدينة أنت عندك هنا حاجتين مش موجودين في دول العالم كلها مسار خروج اليهود ومسار العائلة المقدسة ستنا مريم والسيد المسيح عليهما السلام موجودين عند حضرتك لم تستغلهم عند حضرتك تلت أثار العالم اللي موجودة في مدينة واحدة حضرتك اسمها الأقصر عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصية عندنا كده اسمها بورسعيد عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حته عندنا كده اسمها قناه السويس صحيح. عند حضرتك دوله اقدم ثلاث دول في العالم مصر والصين واليونان عند حضرتك دولتين في العالم منذ بدء الخليقه حتى الان لم يتم تغيير الحدود بتاعتها مصر والصين انت مش عارف تدير عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه و10 11 مليون مواطن بره ده كله طالب حكومه البدلاوي الفترة الزمنية دي هقول لحضرتك تعمل ايه عشان ما نتجناش لا 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 هقول لحضرتك عشان ما نتجناش عليه عند حضرتك 85 مليون مواطن جوه مش كده منهم 48% منهم في سن الشباب والعمل اللي هو من سن ال 18 ل 55 سنة دول الاتحاد الاوروبي جت سنة 2001 ال 12 دولة قالوا نضم 15 علينا ليه عشان عيونهم خضرة لا لان كان السياسة اللي كان بيتبعها في تحديد الناس خلال الاربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي افرزت على ان مرحلة الشباب اللي هو الوقود بتاع العمل مش موجود عنده اضطر يجيب الناس التانية دول تمام انت عند حضرتك ده كونك مش عارف تديره دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا انت مش عارف تدير هذه الموارد مصر لحد النهاردة انا بستورد يا دكتور صلاح طيب بس انا شرق التفريعة اللي انت بتتكلم على البطالة طبعا يحقق 750 ألف فرصة عمل في ثانية طيب يا باشا معلش دي واحدة لأنه بعد معنا ضيف اتفضل يا بعد ما سمعت صوته حتى مش عارف إذا بيحكي ولا لا لا تسمعني إن شاء الله بس أولا أخذت يعني أسرع درس تاريخ وجغرافيا أخذناه بأقل فترة ممكن طب هضيف حتة بس صغيرة معلش في عجالة البورصة السفن داخل جمهورية داخل منطقة الشرق الأوسط السفن اللي هي التصنيع والتخريج والصيانة وخلافه السفن دي بتمشي في المية ولا في الرمل في المية اللي هو عندنا احنا بتروح بورصة السفن بتروح في جبل علي ازاي ازاي